فوالا بسم الله الحمد لله مرحبا بكم في الفيديو 109 لاشين ديكيرا فورماسيون معكم بوعلام. اليوم الى حبر ربي ان شاء الله نسيو نحكوا على دي كونديكتور ولا لي كابل الكتريك ولا لي ليزون الكتريك. كامل 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 حتى الدراري صغار يعرفوا بلي ان كابل الكتريك فيه بارتي كونديكتريس وفيه بارتي ايزولانت. هذه معلومه عامه حتى عجوزه ولا تقدر تعرفها، ولكن لما نبداو ندخلوا في لي ديتاي هكذا، الا حكيت ميتر غير هذه نعيط لها لام هكذا، الا بديت نحكي غير على لام تاع الكونديكتور هذا، لام النحاس هذا ولا الالومنيوم ولا، يطيحوا بزاف ناس اللي راهم يقولوا لي زانستالاتور الا حبيت يطيحوا في مشاكل ميتر كيما لو شوا تاع لا سيكسيون دو كابل. اسكو ندي 6 اسكو ندي 10 اسكو ندي 16 اسكو ندي كذا. لا سيكسيون دو كابل غلطات بزاف ناس يديروهم في لو شوا تاع لا سيكسيون دو كابل. يعطيك مثال، بزاف ناس يسقسوني اسكو ندير ريجيد ولا ندير السوبل هذا ولا الالومنيوم كي نطلع في لا سيكسيون دو كابل. مشاكل كيما هكذا هادي، شوف هنا يحكينا جوست على يعني لا بارتي كونديكتريس بدي غير هذيك لام تاعو. الى رحنا لاجين نقدروا نشوفوا هنايا واحد الكتيبه، هنايا كتابه لهنايا اوميل ار دو في. وقت علاش كتب لي هكذا؟ اذا كان بلاصه فيها لا تمبيراتور عاليه بزاف هكذا، اسكو هذا اوميل ار دو في ينجح لي ولا لا؟ ولا لازم لي ندير كابل واحد اخر؟ هذه في الكوتي تاع لاجين لا فورس ميكانيك. كيف الا قلنا مثال كابل راح نديرو هنايا، سورتو الا جوزت الكابل في لي كانيفو ميتال لي كانيفو ولا لي شامبر لي شامبر هذوك اللي نجوزو فيهم الكابل لي شامبر دو تيراج هذوك. كي نقول لك فورس ميكانيك مثال حاشاكم كيما اللي راه حاشاكم طومبا، اذا عضت الكابل هذاك اسكو تقدر تقطعو ولا لا؟ لا هكذا. اذا كان يعني فورس ميكانيك، اذا كان حاجه جاست هكذا قال كاميون كبير ولا جاس فوق ولا، اسكو يقدر يكرازيها ولا لا؟ يقدر يقطعو ولا لا؟ فوالا لي جيني اللي حبينا نكسرو على لا سيكسيون دو كابل باش نتفاهمو مليح. قد ما تكبر لا سيكسيون دو كابل لا ريزيستونس تاع الكابل هذاك رايحه تنقص. واذا كان الكابل طويل بزاف اوتوماتيكمون لا ريزيستونس رايحه تزيد هكذا. الى حبيت تفهمها كيما ان كوندويت تاع الماء هكذا، ان كوندويت تاع الماء كي تكون كبيره بزاف لا سيكسيون هذه كبيره، لا كونديكتيفيتي الى حبيت ولا لا سيركيلاسيون تاع لو هذيك ما رايحاش تكون كيما تكون لا سيركيلاسيون داخل سيكسيون صغيره هكذا. كاع سينا لو تويو هذاك التويو تاع الماء نحطوا لو بوست تاعنا اوتوماتيكمون نشوفوا الماء كيفاش خارج بريسيون كبيره. ان شاء الله برك قدرت نوصل لك المفهوم. فيدير قد ما نزيد لا سيكسيون دو كابل كيما هكذا، ما على باليش انا كابل مثال تاع 240 ولا، لا سيكسيون كي تزيد لا ريزيستونس تنقص. واذا كان الكابل طويل بزاف لا ريزيستونس تاعو رايحه تزيد ان شاء الله. دونك هذه معلومه الاولى على لي كابل على اللام تاعها. فيدير اكبر عدو لينا في لي كابل الكتريك هي لا ريزيستونس، هي المقاومه، هي اللي تقاوم الانتقال تاع الشحنات هذوك هكذا. حنا حابين هذوك الشحنات هذوك ماذا بينا يمشوا، المقاومه تقاومها يعني تفوس تستوب بها تحبسها، ما تخليش لي شارج هذوك يحبس. هذا هو اكبر مشكل في لي كابل الكتريك هكذا. وهذيك المقاومه هذيك هي اللي رايحه تسخن لي الكابل، هي اللي راح تمدلو سخانه. هذيك هنايا رايحين نحكوا على لا شوت دي طونسيون هكذا. فيدير دير مليح في بالك انت لما تبعت 400 فولت ولا 30 كيلو فولت لا طونسيون اللي حبيتها، لا طونسيون اللي حبيتها في الاكستريميتي الاولى ما رايحاش تكون هي نفس لا طونسيون في الاكستريميتي دوزو. فيدير كاين حنا نحسبوها بالبورسونتاج، البورسونتاج تاع شوت دو طونسيون رايحه تنقص، ماهوش كيما تبعت 400 فولت كيما رايحه تلحق في بيان سور كيكون الكابل طويل بزاف ما رايحاش تلحق بنفس يعني لا طونسيون كيف. هذا وحده. زوج في لي كابل الكتريك، الناس اللي راهم يتبعوني نقدروا نحكوا على لي فيت بو. واش هذا لي فيت بو؟ هذايا هو
داخل الكابل اللي كنشوف هذه شوف غير في الالترناتيف نحكو عليها اللي في تبو نحكو عليه في الالترناتيف في الكونتينيو ما نحكيش عليه باسكو لو كورون هذاك يروح يعاود يولي يروح يعاود يولي قد ما نزيد نطلع في لافريكونس هذيك رايح مولي رايح مولي رايح مولي هذوك لي شارج الكتريك وين يولوا في لا سيرفاس تاع الكونديكتور هكذا ما يولوش لداخل هكذا وهذا الشيء بيان سور واش راح يدير لي راح يزيد لي لا ريزيستيفيتي الا حبيت المقاومه تاع الكابل بون الناس اللي حابين يزيدوا يتعمقوا في هذا لي فيتبو هذا يدخل في جوجل كتب لي فيتبو زيد تقرا عليه مليح قلنا عندنا ريزيستونس طبيعيه جايه من خصائص تاع المعدن وجايه من لي فيتبو هذا الا حبينا نزيدوا نشوفوا الحكايه تاع الريجيد والسوبل الريجيد والسوبل حكايه جد مهمه نزيدوا نتبعوها تبع معايا فوالا دوك هذا لو في الان 5 ان 5 ريجيد كامل نعرفوه كامل شفناه هكذا هدايا نقولوا له لا كلاس 1 كلاس الاولى كلاس 1 بار كونتر هذا الاحمر هدايا ان 5 كيف بصح ما راهوش لا كلاس 1 هدايا لا كلاس 5 حسبنا لو نومبر دو بران dans une formation كنا نحكوا على هاد لي سيكسيون وكذا لقيناهم تقريبا 30 في بران لهنا 30 في دير 30 ايه 30 بران فوالا في دير لا سيكسيون تاع شاك بران لهنايا تجي صغيره بارابور لهذا جميع واحد شوف جميع واحد نوري له هذايا نقول له هذا شحال لا سيكسيون تاعو يقول لي 2 5 اوركو ماهوش 2 5 هذايا 1 5 هكذا حتى نلحقوا نوري لهم يعني البوتي اللي جا فيه لابوبين تاعو هذيك نوريها لهم نقول لهم هاو لك ان 5 هكذا مي هذايا ان 5 بصح يقولوا له لا كلاس 2 هكذا لو نومبر دو بران جاي قليل ان شاء الله برك باش يبان لك مليح هكذا جاي قليل ويجي تورسادي في دير هنايا ما كاش 30 هنايا ربي كاين واحد السبعه ولا تاع لي بران هنا هكذا مازلت لي دوكوش حكينا الكلاس الاولى الاون حكينا على 5 اللي هو هدايا ولا كلاس 2 تبقى لي لا كلاس 6 ما عنديش الا هنا لا كلاس 6 بيدير فيها يجي فيها بلوس دو بران فيها بزاف لي بران وتجي بلوس سوبل على هذا تجي بلوس سوبل على السوبل فوالا صح فوالا لي جان هادو هما لي كلاس واش كان في يدي مقبل الريجيد هاوليك لا كلاس 1 باينه هكذا هذا اللي حيروا فيه بزاف الناس وما يعرفوش بزاف الناس اللي هو لا كلاس 2 هكذا شوف مليح عندنا 4 لي برا بارابور 5 هذاك الاحمر اللي كان مقبل في يدي شوف مليح لو نومبر دو برا ما بين هنا وهنا هكذا هذا يجي كيما نقولوا بالدارجه تاعنا يجي يابس شويه هكذا يجي ريجيد شويه على هذا وشوف مليح بلي عندنا كلاس 1 كلاس 2 ما عندناش 3 و 4 ما عندناش لا كلاس 3 وكلاس 4 في دي كلاس 2 نروحو كلاس 5 هذه هي اللي نعيطوا لها حنا السوبل هكذا لا كلاس 5 هي اللي نقول لها السوبل وبيان سور عندنا هذا لا كلاس 6 ثاني لا كلاس 6 وكلاس 2 تقريبا ناقصين شويه سور لو مارشي هكذا السيس هذه نعيطوا لها البلو سوبل هكذا باسكو فيها النومبر دو بنا اكثر من 5 هكذا فيدير تجي تلعب هكذا سي بور سا نقولها بلو سوبل فوالا ان شاء الله تفهمنا الحكايه هذه تاع الريجيد والسوبل بالنسبه للناس اللي يديروا لي زانستالاسيون باس طونسيون تاع لي ميزون هكذايا يعني كاين الناس بزاف يتشدوا على الريجيد لا نخدم بالسوب لا نخدم بكذا لا نخدم بكذا ودايرت لهم مشاكل انا حتى الان ما نعرفش حاجه تمنعني اني نخدم بالسوب ولا تمنعني اني نخدم بالريجيد كل واحد كاين ناس وكاين تاني انسان دوكاتيك على جال الريجيد نستعملو باش نمشيه داخل لاكان يقول لك يساعدني نمشي الريجيد داخل لاكان باسكو كيما نقولوا ياخذ الراي داخل لاكان السوب اللي استعملوه في حاجات واحد اخرين هكذا يعني كل واحد واش يساعدو في دير في الكوتي تاع لا كونديكتيفيتي الناقليه تاع الكهرباء ما كاين حتى مشكل في دير تدي الان 5 مثال الان 5 تديه ريجيد ولا تديه سوبل تقريبا كيف هذا على قلت لك على حد علمي انا ما نعرف حتى حاجه يعني في لا نورمال ولا تمنعني اني ندي الريجيد ولا ندي السوبل
هكذا خاصة في لي باستونسيون هادوما هكذا في الان 5 في الدو 5 صوالح الحكيمة هكذايا ما كاين حتى حاجة يعني تمنع على حسب علمي انا بيان سور دوك الى حبينا نروحو نزيدو نشوفو قلنا اليوم نقصرو غير على لام هادية اون اليمينيوم وي كاين اون اليمينيوم بوكو بلوس انا واش نعرف تاني هكذا ما راهيش لا نورم باش نتفاهمو مليح ماشي لا نورم ولا نقدر نفرضها عليك ولا لا لا لا, لا. هكذا كي نطلعو حسابنا قال السيد طلع حسابو يعرف مليح يحسب قال نسحقو ان كابل اكثر من 35 الا ديباسينا 35 il vaut mieux نروحو لاليمينيوم il vaut mieux باسكو انا على حسب ظني على اكثرها على جل لو كوتو باسكو الا خدمتها بالكويفر اوتوماتيكمون يجي غالي شويه هكذا سينو ما كان حتى حاجه ثاني تفرض عليك اخدم بلاليمينيوم ولا اخدم بالنحاس كل واحد وهو حر قلنا جوست اكبر من 35 il vaut mieux ندي لاليمينيوم ولحقنا للسؤال البارئ سألوه لي بعثوه لي ناس وانا زدنا نعاود نسأله لكم بالنسبه للناس يروح مثال راح مثال يشري كابل الكتريك قال اخويا راح يشري الديس خصو الديس طلع حسابه وخرج في الديس راح يشري الديس يخرج له انسان قال لا والله غير اسمح لي والله ما نسعى الديس والله غير خلاصني هكذا وما يمشي ليش بزاف الديس لا غالبا بصح نقدر نبروبوزي لك حاجه هكذا قال شوف اوليو اللي تخدم بالديس نعطي لك زوج تاع السيس اشري زوج تاع السيس وخير حتى في الخدمه تجيك خير في السيس زوج سيس بدير سيس وسيس راك في الدوز هكذا اسكو هاد الحكايه هادية على حساب لا نورم نورمال ريغلو هكذا اسكو زوج تاع السيس يقدروا يرومبلاسو لا سيكسيون تاع الديس هذه الا تقدروا جاوبوني عليها في كومونتير وهذه فيها دي كونديس فيها شروط الا مانيش حاب نمد لا ريبونس دركا يعني الاجابه تاعها ما راحش تكون وي و نو هذه باش نتفاهموا مليح هكذا الاجابه تاعها غامقه وطويله وفيها هضره فيها هضره كبيره باش نجاوبوا على هذا الشيء هذا يعني ان شاء الله نزيد نعاود نولي لهذه الحكايه هذه وندير لها اون فيديو ان شاء الله هذه لا فوتو تاع لا فورماسيون تاعي ولا لا فورماسيون الهايله 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 هذه هي فورماسيون تاع البي ال سي نيفو 1 بيان سور معها الفارياتور دو فيتاس ان بروغرام كون ديجا اكسبليكيت في فيديو سابق البروغرام واش رايحين نقراو في هاد لا فورماسيون ديال تاع البي ال سي اللي حاب يعاود يولي البروغرام تاعها في الاخر واش عندي نقول لكم ما تنساوش جام وصابوني وكذا سورتو الناس اللي ما راهمش يلحقوهم لي فيديو ما تنساش هاد لا كلوش هادي راني في قهوه الشرقي اون فاس لا ريتراموي في الاخر واش عندي نقول لكم هادو لي نيميرو تيليفون تاعي اللي عنده كيسيون تكنيك هذا هو لادريس ايميل تاعي لو سيت ويب وفي الاخر عندي نقول لكم اتهلاو بزاف في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.